صباح الخير عليك يا مريم، زميلتنا دلوقتي مريم سميح في جريده اليوم السابع، وموجوده هناك عشان تقول لنا اخر الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع. واكيد لازم نتكلم عن لينا فرادس، حكايته هذا الهاشتاج والتفاعل الكبير جدا اللي كان موجود على السوشيال ميديا من الاهلاويه في مختلف انحاء العالم. مريم صباح الخير في البدايه. صباح الفل عليك يا نهاوند، صباح الخير عليك يا كريم. طبعا ببارك لكم وببارك لنفسي وببارك لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان على فوز النادي الاهلي يا مساء امس على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا زي ما انت قلت يا نهاوند، يعني يمكن قبل ما نتطرق لعناوين الصحف الصادره صباح اليوم، خلينا الاول نقول ان الاهلي دايما فعلا يعني يمكن عقب كل فوز ما بيبقاش الاحتفال هو يعني الهدف لي الاول، ولكن دايما بنبقى مركزين ان احنا نحقق البطوله، يعني دايما بنقفل اي صفحه وبنركز في الصفحات المقبله علشان يكون البطوله هي الهدف وليس الفوز فقط. فطبعا كان من اليوم السابع الحقيقه عنوان مطول عن الفوز يعني مساء امس في تونس، على الرغم من كل الظروف المحيطه بالمباراه، الا ان طبعا ابطال النادي الاهلي قدروا ان هم يتجاوزوا المباراه وكمان يفوزوا 1-0 في مباراة الذهاب. العنوان الأول من يعني موقع اليوم السابع لينا فرادس حكايات: جماهير الأهلي تسيطر على السوشيال ميديا بعد الفوز على الترجي التونسي في مباراة الذهاب. 12 هاشتاج لمؤازرة الأحمر على تويتر وفيسبوك يشتعل بالكوميك، كان لازمته إيه القلق والدخان. طبعا يعني بعد ما وصلت النادي الأهلي مشواره نحو النجمة العاشرة في تاريخه الكروي، احتفال بتخطي مباراة الذهاب على الترجي التونسي واقتراب حلم التتويج بالعشرة إن شاء الله، سيطرت طبعا مباراة الأهلي على كافة مواقع التواصل الاجتماعي سواء انستجرام تويتر وفيسبوك، ولكن حقيقة أن تويتر كان ليه الكلمة العليا في تصدر الهاشتاج أو 12 هاشتاج للأهلي، منهم محمد شريف الأهلي، أكرم توفيق يلا يا أهلي، تونس رادس لينا، حسين الشحات إفريقيا، كمان حمدي فتحي الشناوي وصلاح محسن. كالعادة طبعا يعني سيطرت جماهير كمان المارد الأحمر على الفيسبوك بعدد كبير من الكوميكس، لأن طبعا زي ما احنا عارفين الفيسبوك هو منصة لأغلب الكوميكس، انتشرت كوميكس كتيرة جدا على يمكن الأحداث اللي سبقت مباراة أمس ما بين الأهلي والترجي التونسي، واللي طبعا الحقيقة أنها ما قدرتش تأثر على اللعيبة وكمان فازوا في نهاية المباراة. كمان كان أبرز كوميك هو يعني ليه كان إيه لازمة القلق والدخان اللي قبل الماتش. يعني كمان رغم أن التأهل لم يحسم بعد، إلا أن الأهلي وجماهيره كمان على السوشيال ميديا استعادوا ذكريات التألق في ملعب رادس بالتحديد. كمان يعني كان ليه الفوز ببطولة أفريقيا على هذا الملعب مرتين في عام 2006 أمام الصفاقسي، وكمان عام 2012 أمام الترجي. من جريدة الشرق الأوسط: الأرجنتين تحقق انتصارها الأول على حساب أوروغواي. حقق المنتخب الأرجنتيني انتصاره الأول في النسخة الحالية من بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم كوبا أمريكا 2021 المقامة في البرازيل، وتغلب المنتخب على أوروغواي 1-0 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى. وكمان يعني منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الوحيد هو اللي صنعه طبعا في المباراة، واللي سجله رودريجز في الدقيقة 13 ليكون الأول له مع المنتخب الأرجنتيني. كمان رفع المنتخب الأرجنتيني الذي لم يتوج بلقب كوبا أمريكا منذ عام 1993 إلى 4 نقاط، ولكن عايزين نقول يعني أنه يمكن حقق المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني من قبل في كوبا أمريكا 14 نسخة، منها نسخة 2015 وكمان 2016. واستكمالا كمان يعني لفوز منتخب الارجنتين، كان من جريده الشروق صحف الارجنتين تتغنى بميسي بعد الفوز على اوروغواي في كوبا امريكا. الحقيقه ان كل الصحف الارجنتينيه اشادت بليونيل ميسي قائد منتخب الارجنتين، كمان بعد المستوى المميز اللي ظهر بيه الحقيقه في مباراه اوروغواي، وكمان بعد يعني الفوز او الهدف اللي صنعه في المباراه التي جمعت المنتخبين مساء امس السبت.
كتبت الصحف بقى على ميسي، صحيفة أولي الأرجنتينية، أن ليونيل ميسي ورفاقه نجحوا في تحطيم منتخب أوروغواي بنجاح. في معلقة صحيفة كلارين الأرجنتينية بأن القائد ميسي فعل كل شيء خلال تلك المباراة علشان يساعد منتخب التانجو لتحقيق الفوز في تاني جولات كوبا أمريكا 2021. وتوج ميسي كمان بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة، وده طبعا بسبب صناعته للهدف، كمان خلق 5 فرص للتسجيل. ومن جريدة الأخبار، يعني يمكن كان في العناوين المتصدرة هي شراسة في مجموعة الأسود، كمان إنجلترا محبطة واسكتلندا فخورة، كرواتيا التأهل في أيدينا، والتشيك لا وقت للاحتفالات. الحقيقة بعد نتائج المجموعة الرابعة أول أمس في كأس أمم أوروبا يورو بتعادل إنجلترا طبعا يعني الأسود الثلاثة، سلبية مع اسكتلندا وتعادل كرواتيا مع التشيك بهدف لكل منهما، بات الصراع والمنافسة شرسة جدا وقوية جدا بين رباعي المجموعة، حيث أصبح المنتخب التشيكي في الصدارة بأربع نقاط، ويلي المنتخب الإنجليزي في الوصافة بنفس الرصيد، ثم بيأتي منتخب كرواتيا واسكتلندا ثالثا ورابعا على التوالي برصيد نقطة واحدة فقط. وعليه أصبحت السيناريوهات الحقيقة مفتوحة في الجولة الختامية بحثا عن تذاكر التأهل للدور المقبل. والحقيقة يعني للعناوين الفرعية كان أعرب جارث ساوث جيت أنه هو أكد استياءه طبعا عقب التعادل المخيب للأمال، مؤكدا أن فريقه يعني لم يقدم الأداء المتوقع أو اللي يمكنه من الفوز وحسم التأهل، وشدد على أنه يجب على فريقه أن يتناسى التعادل المخيب للأمال، ده طبعا قبل مواجهة التشيك في الجولة الأخيرة. وكمان على الجانب الآخر، زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا أكد أن تأهلهم إلى دور 16 لكأس الأمم الأوروبية ما زال في أيديهم رغم تعادلهم المخيب للأمال مع التشيك. في نهاية جولتنا الصحفية طبعا عايزين نفكر مشاهدينا بأبرز مباريات اليوم الأحد في كأس أمم أوروبا يورو 2021، إيطاليا وويلز في تمام الساعة 6 مساء، كمان سويسرا وتركيا في تمام الساعة 6 مساء. أما بالنسبة لمباريات كوبا أمريكا هي مباراة واحدة فقط ما بين فنزويلا والإكوادور في تمام الساعة 11 مساء. بشكركم جدا، دي كانت جولتنا الصحفية النهاردة من داخل مقر جريدة اليوم السابع، العودة للاستوديو مرة أخرى. شكرا ليكي جدا يا مريم، شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزة أيضا هنا.